مسيرة الأربعين تطوي المسافات وتجوب الطرق وصولا إلى كربلاء المقدسة لإحياء الزيارة الخالدة. في طريق الزائرين قصص تجسد عمق الولاء الحسيني ودروس تستقيها الأجيال في العقيدة والإيمان. وزير التجارة التركي يبحث في بغداد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين واتفاق على تفعيل التفاهمات الاقتصادية. عجلة الاقتصاد أو الخدمات تسير بانسيابية عالية والسودان يعقد اجتماعا لبحث مشاريع المثنى وبابل. يستمر أتباع أهل البيت عليهم السلام بالمسير صوب مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتشهد الطرق الرئيسة المؤدية إلى كربلاء المقدسة مسير الزائرين المتجهين صوب كعبة الأحرار مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام لإحياء مراسيم الأربعين. هذا وانتشرت السرادقات والمواكب الحسينية على طول طريق الزائرين لتسخير كل إمكانياتها وطاقاتها لتقديم الخدمات من مأكل ومشرب ومنام حتى وصولهم إلى كربلاء المقدسة، حيث مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم. هذا وتواصل مؤسسة الفرات للإعلام والإنتاج الفني تغطيتها المباشرة بنوافذ متعددة لجميع تفاصيل المسيرة الحسينية، حيث انتشرت الفرق الإعلامية التابعة للمؤسسة على جميع طرق الزائرين، فيما شكلت غرفة عمليات تعمل ليل نهار من أجل نقل كل تفاصيل زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر نوافذ متعددة تشمل مختلف مواقع وطرق الزائرين المتجهين إلى كربلاء المقدسة. الدنيا لو تنقلب شافونا عرفونا يسهل يمنا كل شي صعب يسهل. موكب عابس في محافظة البصرة تأسس عام 2008 لخدمة الذاهبين سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة. أصحابه متفانون في حب الإمام الحسين عليه السلام، لا يملون من خدمة زواره وضيافتهم. قصة الموكب يسردها لنا فالح القريشي في هذا التقرير. كل خير على طريق سيد الشهداء، الإصرار والعزيمة، القصص والمثل، وكل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحسين باتوا مثالا يحتذى. فعابس أصبح حامل لواء أمة، وباتت مواكب متعددة تحمل اسمه وتحاول أن تقتفي أثره. وبالنسبة إلى موكبنا، موكب عابس، هذا حدث بالضبط صار وياي أنا. أول سنة من بنية الموكب بنيته بشكل مصغر، فيوم السنة القادمة من بعد ما بنيته مصغر كانت المواكب تذبح، وأنا ما عندي شيء أقدمه من مبلغ، ما عندي أي شيء، ظليت صافن حتى دموعي نزلت، فوقفت في نصف الشارع وندبت، قلت يا سيدي يا مولاي أنا خادمك، هل يعني يرضيك بين الناس تطبخ وانا ما عندي؟ ففي هذا الوقت صدقني بالله وحق وفاة الامام الحسين، في هذا الوقت اللي انا تكلمت هذا الكلام اتت سيارة سودة ومعاها سيارة بينجو، وصاح علي الحجي ابو السيارة السودة، انا واقف، صاح لي عابس لا تحتار، نزل لي تمل
ودهن وذبيحة لأبو الفضل. فمن هذا الموقف سمي عابس. صدقني بالله صدقني بالله. وعلى هذه الخدمة أنا بخدمتي في هذه الخدمة الله رزقني زيارة مكة وحجيت وزيارة مكة وأخدم زوار الحسين. هذه القصة المعبرة تراها حقيقة هنا، فموكب عابس الذي انطلق صغيرا احتشد حوله الأهل والأحبة ليصبح موكبا كبيرا يقدم خدماته للزوار على مدار الساعة. الموكب تأسس ب 2008 خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. نخدم زوار الحسين من كل الدول ومن كل العالم مو بس العراق، واحنا خدام زوار الحسين، وتراب نروح فدوى تراب زوار الإمام الحسين إن شاء الله. وهت تشوف الخدمة هاي صار لها من بدأت المشالي هسه والله حتى بيتي ما رايح له. الشاهد الله وليه هسه ما نايمين وهت تشوف وبقعد الدنيا حارة، ماي البارد تطلع لهم يغسلون بي بكل شيء، خدمتك الماي الشرب اللبن العصير بكل شيء قاعد يخدمهم مالنا وبعيالنا وبجهالنا. خدمة الحسين ما يعني شو اوصف له؟ ما اقدر احكي ما اقدر احكي. الحب والإخلاص على طريق الحسين عليه السلام، والحسين بن علي عليه السلام يجمع الكل، لا تفرقه الصور أو الأشكال أو الأعراق، فالحسين منارا للبشرية جميعا. هذا الموكب الحسيني وغيره بات يعبر عن الثقافة العراقية، فمن الحسين تعلم العراقيون كل خير، فهو الكريم الذي جاد بنفسه في سبيل إحقاق الحق ورفض الظلم. من البصرة صالح القريشي، الفرات. في طريق زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام قصص تبين عمق العلاقة بين الزائر والفرائض التي أوجبها الله على عباده كالصلاة. الحاج أم كريم تخدم في أحد المواكب وتحافظ على صلواتها. الزميلة ابتسام السراي وافتنا بهذا التقرير. عظم الله اجرنا واجركم، واحنا نريد نصور قصه الحاجه ام كريم. طلبت من عندنا انه نعطيها وقت لمده نص ساعه، قالت احنا حاليا مقبلين.
حجيه ذولا اطفال صغار ليش جايبتهم بهالحرب؟ عشان ما يرضون يجون يخدمون يردون. يخدمون الحسين بعد عيوني. انت تجيبيهم وياك؟ اي هم يجون وياي. والله يخدمون. اي ليش جبتيهم هنا؟ ليش؟ غير يخدمون الحسين. شلون؟ ما ترديهم ينسون؟ لا ما ينسون. لا. قضية الإمام الحسين؟ لا 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 ما ينسونه. والله تسعدنا عظم الحسين يا هم نطيح بشده هم يطلعونا. هم يطلعونا من الشدات. بكل شده تقولين يا علي يا حسين؟ علي. اي اي يا علي يا حسين يا ابو الفضل كلهم. رحت زلقت. اي. ندك الحسين بعد عيوني. اي. اي اثنين خرفاء. ايش قلتي؟ الحسين. ايش قلت من ابو عبد الله؟ ايش قلت يا الحسين ما اريد كون اريد اكون امشي على رجيلاتي. كون ما يصير عندي شيء. سكت. بس ندفت الحسين. ما خيب ظنك. ها؟ ما خيب ظنك. لا بعد عيوني فدوه. هم بعد هم هذه السدات. هم تقومين توزعين للزوار؟ اي اي. هم تطيهم بيدك؟ اي كنت اوزع. زين. انت رجيتش عينن شلو لا؟ اي زينات كبوكات. ها. بس من تجي ربعنية الإمام الحسين تقومين على حيلك. إن شاء الله إن شاء الله قومة. قومني الحسين. وكما أدابها في كل عام وخلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بدأت الكوادر الإدارية والخدمية في مجمع شهيد المحراب قدس الله نفسه الزكية في النجف الأشرف باستقبال زوار الأربعين، حيث يشهد المجمع أنشطة عبادية وخدمية متميزة للزائرين من مختلف الجنسيات خلال توافدهم للمرقد المقدس، ويوفر المجمع وجبات طعام على مدار الساعة ومنام للزائرين، كما تقدم الكوادر الصحية في المجمع خدمات صحية للزائرين من داخل وخارج البلاد. هذا وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع صورية مثلت عمق الولاء والانتماء لأتباع أهل البيت عليهم السلام وهم يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مقاطع صورية أخذت من جوانب الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة من مختلف محافظات البلاد بيّنت تفاني محبي أهل البيت عليهم السلام في الانخراط بمسيرة العشق الحسيني مسيرة الأربعين الخالدة. صبي يشرح لأقرانه القيم الإنسانية العليا وكيف يمكن للشباب أن يتخلقوا بأخلاق أهل البيت عليهم السلام. زوار قاعدة جاي تشرح لهم؟ أشرح لهم كيف تعيش حياة عظيمة. شلون يعيش حياة عظيمة الزائر؟ لازم تعيش حياة عظيمة. أيه؟ مثل حياة الإمام الحسين لازم يكون عندك منظومة قيم. سؤالي في القيم. منظومة القيم هي أكثرية الأشياء اللي تعطيها قيمة لنفسك. مثال واحد شخص كذا النقال أربع ساعات باليوم. تمام. كذا أربع ساعات هذا شنو أكثر شيء يعطي قيمة بحياته؟ النقال. صح. وكل شخص عنده منظومة قيم خاصة به، وأما هاي تكون منظومة القيم أرضية اعتبارية، إذا كانت أرضية اعتبارية هم شنو راح تكون؟ صغيرة. وإذا كانت إلهية حقيقية هم شنو راح تكون؟ كبيرة. حلو. هذا الهم صغير تلقاه شنو همه؟ همه يلعب ببجي. لو هذا يوصل مستوى معين ببجي، هاي اغلبيه الشباب نيش، وهذا الهم كبير، همه تلقاه يريد يصلي من وقت. الصلاه بعد ما صايره كلش تلقاه وقال الله اكبر. حلو. وصوم رمضان كله. حلو. زين. زين هذا الهم شنو راح يصيغ لنا؟ شنو راح يصيغ لنا؟ حلو. راح يصيغ لنا الهدف. هذا الهدف يجوز بسيط وجوز عظيم. حلو. هذا هدفه بسيط. تلقى لك واحد بالمدرسه. ايه. جاب معدل 45. هم يجيب 45 ليش يقول؟ والله يلا هاي قرار خمسه يلا نجحت بقى مو؟ حلو. وهذاك الهدف كبير يريد يجيب معدل 100 فعام بالمدرسه. هذا تلقى حتى المدرسه تكرمه ليش؟ لان تدري به هدف عظيم. حلو حلو حلو. وشنو الشيء اللي يخلي هاي الهدف يصير؟ شنو الشيء اللي يخليه يصير؟ الطاقه. وهاي الطاقات اما هائله واما خامله. الهائله اهم شيء. ها؟ الهائله كل ما تكون هائله افضل. احسنت. هائلة تلقى واحد شنو الشيء اللي يخلي طاقتك يعني هائلة في انفجار الطاقات؟ زين. واحد هدفه انه يصير مرجع. هذا الشيء راح يخلي الطاقات عنده شنو؟ تنفجر. زين. تنفجر هيك كلش بعد. حلو. زين هسه احنا
شنو الشيء اللي راح يخلي هذه الطاقة تصير أو تفعل؟ عندك البحث عن مصدر الطاقة اللي هو شنو؟ البحث عن المصدر الأول. المصدر الأول هي العقائد اللي يصنع لك الفكر، العقائد اللي هي أصول الدين وفروع الدين. إذا جاك واحد قال لك يا بي رب العالمين ما موجود، إذا أنت عندك عقيدة تصدقه ما راح تصدقه. التخلق بأخلاق المصدر، المصدر الرئيسي هو رب العالمين. تمام. وأيضا الأخلاق اللي يصنع لك الوجدان اللي هو علم الوجدان. حلو. الالتزام بقواعد المصدر. شنو هي قواعد رب العالمين؟ الفقه اللي يصنع لك السلوك. الفقه هي الالتزام بالاحكام الشرعيه، او هي الاحكام الشرعيه، وهي الاحكام الشرعيه راح تصنع لك شنو؟ السلوك. انت شنو اسمك؟ مخلد. مخلد، ايش قد عمرك؟ 14 سنة. الحقيقه اللي دا يصير غريب عجيب، في عمره 14 سنه وعنده هاي الامكانيه بالاقناع، اسلوب الاقناع، اسلوب الالقاء، شيء غريب عجيب. قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل الموافقين 6 و7 من أيلول المقبل. وأضاف أن التعطيل بمناسبة إحياء مراسيم الزيارة الأربعينية مع تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء. دعا رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد خلال انعقاد المؤتمر الأول للرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين إلى إعادة دراسة المجتمع العراقي وفق رؤية مستمدة من الأربعينية. وحضر المؤتمر الذي عقد برعاية هيئة الإعلام والاتصالات محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي وعدد من الشخصيات الحكومية والمحليين السياسيين والأكاديميين. وأكد المؤيد على ضرورة الاستفادة من رسائل الزيارة الأربعينية باعتبارها حدثا كبيرا على كل المستويات، منوها إلى أن أوجه الزيارة المباركة لا تزال خافية في بعض الأحيان على كثير من الجمهور العالمي. من جهته عد محافظ كربلاء المقدسة هذه النشاطات من البرامج الرائدة التي تساهم في تكوين الرأي العام وتعزز من أمن المجتمع واستقراره. بدأت العتبة الحسينية المقدسة تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين بمشاركة 12,000 متطوع. وقال رئيس قسم حفظ النظام بالعتبة الرسول عباس فضالة أنه بإشراف ومتابعة من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي تم البدء بتطبيق الخطة الخاصة بتأمين زيارة الأربعين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات تضم قيادتي العمليات والشرطة وفوج حماية الحرمين وبعض الأقسام الساندة التابعة للعتبة لإنجاح الخطة الأمنية. وتابع أنه تم استخدام أجهزة متطورة هذا العام ومنها جهاز السونار لكشف المتفجرات والحالات المشبوهة، إضافة إلى نصب آلاف الكاميرات الحديثة والحرارية. أعلنت وزارة الداخلية أن أعداد الوافدين لأداء الزيارة الأربعينية بلغ أكثر من 1,600,000 زائر. وذكر بيان للوزارة أن اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين تواصل عملها مع انتشار القطاعات الأمنية في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة وسط استنفار كامل للجهد الاستخباراتي والأمني والخدمي. مضيفة أن الوزارة سهلت عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد، حيث بلغت أعداد العجلات الوافدة 7,734، وبهذه وصل عدد الزائرين الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة إلى أكثر من 1,600,000 زائر.
تقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالشكر والتقدير إلى حكومة وشعب العراق لإنجاح الزيارة الأربعينية. رئيسي ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة أسبوع الحكومة أن الجهود المبذولة من جانب الحكومة العراقية لإنجاح الزيارة تستحق الشكر والتقدير، مبينا أن التنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات، فيما أضاف أن أحد أسباب نجاح المسيرة هو كرم الضيافة للشعب العراقي العظيم. فيما أشار رئيسي إلى أن المواكب الحسينية والشعب العراقي هما الأصل في إنجاح هذه المناسبة الأليمة. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع العراق وتركيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والبيئية وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. رشيد خلال لقائه وزير التجارة التركي عمر بولات والوفد المرافق له أشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل خصوصا في مجال ملف المياه بما يعزز التفاهم والاستقرار بين البلدين. من جانبه أكد الوزير التركي عزم بلاده تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، مبينا أن العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا، مضيفا في ذات الوقت أن مبعوث رئيس بلاده رجب طيب أردوغان سيزور العراق قريبا. ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني التفاعل التركي الجاد مع مشروع طريق التنمية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له أن السوداني استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات والوفد المرافق له، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين مثمنا التفاعل التركي الجاد مع مشروع طريق التنمية، مضيفا أن العراق بما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية قادر على أن يكون نقطة تواصل ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار. من جانبه أكد الوزير التركي جدية وحرص الحكومة التركية في دعم مشروع طريق التنمية الذي تعده مسارا مهما للتجارة العالمية، فضلا عن أهميته للتجارة بين العراق وتركيا. أخذت المشاريع الاستثمارية في العراق حيزا كبيرا من اهتمام المستثمرين في الخارج. مراقبون وإعلاميون أكدوا أن على الحكومة العراقية إعطاء الرخص الاستثمارية إلى شركات رصينة وأن تحظى بالدعم. تقرير الزميل حسين ياسين. بعد توفر الاستقرار السياسي والأمني في العراق، أصبح ملف الاستثمار فيه يستحوذ على اهتمام كبير من قبل المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء، وهذا يعود وفق مراقبين إلى وجود الكثير من الفرص ومقومات النجاح التي تعمل الحكومة على تعزيزها لهذا الشريان الاقتصادي المهم. اليوم يجب أن يكون هناك دعم سياسي ودعم إعلامي واضح لكل المشاريع ولكل الخطط التي تقوم بها الحكومة من أجل أن تكون هناك مشاريع استثمارية، ويجب أيضا أن تكون هذه المشاريع الاستثمارية مع شركات عالمية رصينة لها خبرة كبيرة جدا في هذا المجال. ومع أهمية التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين مناخات الأعمال لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، لأن هنالك من يجد ضرورة أن توازي هذه الجهود سن وتشريع قوانين جديدة تتلائم مع طبيعة المرحلة، فضلا عن فرض رقابة صارمة على الشركات المنفذة. يجب أن تكون فعلا هناك قوانين لتنظيم عمل هذه الشركات وعدم التدخل في عملها وتوفير كل الإمكانيات الأمنية في سبيل أنه ديمومة العمل في مجال الاستثمار في كافة القطاعات. أي شركة تتلكى بهاي الامور بهاي المشاريع انه اكو غرامات مضاعفه، فنتمنى من الحكومه العراقيه ان تتعاقد مع شركات تنفذ مشاريع تخدم الشعب العراقي.
فيما تؤكد آراء تخصصية أخرى على أهمية تقديم الأولويات لمنح الرخص للمشاريع الاستثمارية وبالأخص المشاريع الاستراتيجية الواعدة كالبتروكيماويات والغاز، إضافة إلى مشاريع السكن والصحة والتعليم والنقل والبنى التحتية والصناعة والزراعة. بالمجمل فإن الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي في العراق من الممكن أن يتحقق عن طريق الاستثمار، لكن ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق ذلك الهدف. حسين ياسين الفرات، بغداد. ختام المرصد، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.